عسلامة، أنا اسمي فوزية، عمري 27 سنة، متزوجة وعندي زوز صغار. خدمت عند عبيد في الطابونة، بشوي بشوي حليت وحدي، عاونوني وحليت وحدي على خاطر انا ما عندي صنعة في ايديا. كي لقيت الطابونة، الطابونة هي اللي باش نسترزق بها. معايا عبدو يعاون فيا، خرج من القراية هو صغير، كي جاني قال لي نحب نخدم معاك، حطيته معايا نعطي فيه في الكتب، انا وظروفي، انا والنهار اللي ندبر فيه. تو عندي تو من بدي رمضان، بالحق مانيش قاعده نعطي فيه كيما يرضي، يعني حتى نفسيتي مانيش قاعده مرتاحه، خاطر مانيش قاعده نعطي فيه بالقدي، وان شاء الله هو يسامحني. وكه على طول العام نعمل الطابونة والملاوي، أما توا في رمضان مانيش قاعده نعمل في الملاوي. راجلي يخدم عامل يومي، نهار يخدم ونهار لي، وبالأخص توا في رمضان عكسه، مش كيما يعني مش كيما الأيام الفطار، على الأقل يخدم مرة ومرة لي. توا عنده قديه قاعد، ولادي يقراو وكري وضو وما ومسؤولية مشيرت الكل، ما عندي حتى حل. وطابونة ونهار نخدم وعشرة لي، حتى انا مرة فما سميد مرة ما ثميش، كري غالي، المي غالي، الزيت غالي، يتمنيكوا علي الحال العطارة يقولوا لي 25 كيلو ب25 ألف، مني باش نجيب هنا خمسة، انا باش نصور 25 ألف، كي نشري شكارة سميد ب25 ألف ما نصورهاش 25 ألف، انا كل يوم نصور لهنا في 10 آلاف، نعمل في عجنه واحده باش باش نرجل السميد، مش السميد ما يوفيش عليا قاعده نخت. بخلاف الخدمة هذه نخدم في بلاصات 13 بلاص ب200 ألف، مانيش هزة روحي، ما عندي حتى حل. السميد مقطوع، كل شيء مقطوع، حتى الزيت نشري بالدبوزة زيت قطانية نهار بعد نهارين ب6 آلاف، ويش ما عندي حتى حل الآخر باش نعملو. للزيت نخدم المواد الأساسية بتبيع، ماهيش متوفرة تويكا وماهوش موفرنا حتى حد يحنش عليا حانوت ملح، وين تعطيني شكارة سميد كي كندبر في راسي كل مرة كيفاه، وغالي حتى سميد ما هي في الدب ب12500، في الحوانت يبيعولي فيها ب16 وب25، زعما مارشي نوار. جاني واحد قال لي عندي سميد وعندي باتين، ده تو نجيب لك سميد. قلت له انا ما يسالش، قال لي شنو، قلت له قداش لازمني نعطيك، قال لي اعطيني 1,100,000. اعطيته انا 500، وال 500 هذيا ماهيش فلوسي، متسلفتها. كي متسلفتها الراجل قال لي توا تعطيني فلوسي، هو هرب علي وما عطانيش، يعني ما جاب لي سميد لا عمل لي حتى شيء، ممشي على روحه هرب. بعد الحرب على الاحتكار لعطونا سميد، ولا ثم شيء، تجي تكلم تقول له يرحم والديك في الدب واعطيني شكارة سميد، يقولك بالباتين، واللي ما عندوش باتين ما ياكلش الخبز ما يخدمش. تعب ونشقى وما لقيتش توا كيفاش باش نعايد لصغاري، ولازمني نخلص 200 ألف اللي سالوني اللي يعطوني 500 ألف، ولازمني نخلص لهنا 200 ألف بتاع الكري، وانا كل يوم نصور في 10 آلاف فرنك، فهموني كيف، حتى 10 آلاف ما نكملهاش، هاني شري تفاح، هاني شري ملح، هاني شري دراشنية، هاني كل مرة نشتي حاجة، حتى 10 آلاف نجم نروح حتى ب5 آلاف انا من الحانوت، على خاطر نعمل في عجنة واحدة. عجنة واحدة باللي باش تخدم ما تخلصكش، باش نعيط الفطار انا نقول لهم يجوا افطروا، يجوا خذوا الملاوي بالسيف من عندي، ما عنديش شنو الحل، عندي حتى حل، نقول يا ربي وكهو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشنا أخباركم؟ ومنيت يحنوا علينا ويرجعوا السميد ويرجعوا الزيت وترجع الدنيا كيما هي، خلينا نخدموا. شو تحبون؟ يحبون نمدوا يدينا؟ تو نمشوا نمدوا، تو نسكر أنا حانوتي وندور من بلاصة لبلاصة نمد يدي هكا ولا ليه؟ لوجيك.